يا صباح الانوار على كل بيشاهدونا في حلقه جديده من برنامج دينا والحياه. حلقتنا النهارده مميزه وفيها العديد من الفقرات اللي تهمنا كلنا والفريده من نوعها. معانا النهارده البلوجر محمد كابو، هيضحكنا النهارده وان شاء الله تكون فقره شيقه جدا وتكون كلها ضحك وكل حاجه حلوه. اهلا بيك، نورتنا النهارده. ممكن بقى في البدايه كده تعرفنا بنفسك؟ محمد كابو من شبرا الخيمه. تمام، طيب ممكن بقى تعرفنا بدأت ازاي في المجال؟ هو الموضوع كان بهزار، فبعد كده قلب بجد. طب مين بقى اللي كان بيدعمك؟ يعني اخويا الكبير الاستاذ محمد خيري، مخرج من السيده زينب، ده بصراحه اللي كان واقف معايا على طول، سندني. طب مين اللي يعني وصلك للسوشيال ميديا وخلاك بدأت في العمل ده؟ هو من بعد ربنا. ربنا يعني. تمام، طيب ممكن بقى تقول لنا حاجة انت عملتها، موقف مثلا صعب انت تعرضت له وعملت ايه في الوقت ده؟ لا مفيش. مفيش موقف خالص؟ طيب مثلا موقف مثلا بينك وبين زميلك، حاجة زي دي؟ هي دي اللي كنت بطلع عليها على فيديوهات وبرفعها، اكيد هتشوفيها دلوقتي. هنشوف دلوقتي فيديو محمد كابو. يا جماعه انا مش عايز سند، انا بعون الناس منكم كلكم، انا عايز فلوس. بهزر بهزر، طب ما انظر في ردسه، علي شارب جاي حارب ناس عارف بس خاف من الكلاب؟ ما انا بقالي ساعه قاعد معاك اهو، شفت لي قمت جريت. العصفور انا بشكر كل اخواتي، عندي 1000 متابع وان شاء الله مع بعض دايما واللي جاي احلى. هنا صدق حلمي وبدا، قالوا عني زمان موهم بيضيع وقت، لا يوم سلم ولا استسلم، وقعت وقمت وامبارح غير دلوقتي، هنا قلبي من جوه ده اللي بيديني القوه في طريقي مشيت واديني. ممكن بقى تقول لنا في بدايه مشوارك كانت التعليقات عليك بالمدح ولا بالسلب؟ لا بصراحه كان الناس ماشيه معايا بوضوح قوي، وكان كل بيدعي لي بالتوفيق بصراحه، يعني كلهم كانوا بيدعموك. طيب مفيش اي موقف خالص اتعرضت له كان صعب بالنسبه لك، او مثلا حد مثلا علق لك مثلا كومنت مش حلو وانت في الوقت ده عملت ايه؟ لا مفيش، هو مفيش غير ناس تانية الكلام ده، هو الناس زي من ده منهور، كانوا طالعين بيشتموا علينا يعني وكده، فانا رديت عليهم بس بنفس اللفظ وفيديو برضه. طيب ممكن بقى تقول لنا افكار الفيديوهات بتاعتك دي بتجيبها منين؟ يعني ممكن بلحنها من فيديوهات تانية، باخدها من ناس زمايلي كده يعني. استاذ محمد خيري الله يبارك له، وهو ده بيديني الكلام برضه واقف في ظهري. طيب ممكن تقول لنا مين مثلك الاعلى في التمثيل؟ احمد رزق، ده الشخصيه الاساسيه احمد رزق. تمام، طيب نفسك تكون زي احمد رزق ولا حد تاني؟ تمام، زي احمد رزق. تمام، طيب ممكن بقى تقول لنا اكتر حد بيدعمك من اهلك؟ يعني بصراحة كلهم واقفين جنبك. طب كويس، ربنا يخليهم لك. يخليك. طيب ممكن بقى تقول لنا امتى كان مشوارك في البداية؟ بدأت من امتى؟ يعني من سنة، كان الموضوع قلب معايا بهزار وكده، فقلب معايا بجد. لقيت الموضوع يعني دخلت فيه خلاص بقى وحبيت الفكرة انك انت تكمل. انا كنت بعمله لشخص معين، اتقلب معايا بجد بقى، كملت فيه. طب في موقف بينك وبين صحابك وكده، ومواقف مثلا مضحكة أي حاجة زي دي؟ لا هم كلهم تلقيح على بعض وكده، يعني يقعدوا معاكي يا حبيبك بعد ما يقوموا عرفكيش، يعني كلهم بيمثلوا بس في وشك ان هم بيحبوك. في ظهرك ولا أي حاجة. طب ما هم كده يزعلوا منك دلوقتي. مش مهم، اللي ياخد الكلام على نفسه ياخده. انت يعني مش حاطط حد في دماغك يعني في الموضوع ده؟ لا. طيب ممكن بقى تقول لنا من امتى يعني دخلت العمل والمجال ده بالاخص؟ اشمعنى اخترت انك انت تعمل فيديو والحاجات دي؟ ليه المجال ده؟ يعني شخص معين هو اللي خلاني اعمل الفيديو ده، فاضطريني يعني اعمل لغيره. كملت فيه، اي حد بقى كده بقيت اكمل فيه.
الفيديوهات بتاعتي بقيت ارفعها على كواي والحمد لله عدت. انت بتطلع دلوقتي لايف وكده؟ اه بطلع لايف. بتبقى مثلا اللايف عليه مشاهدات كبيره وكده؟ اه برضو. على ايه بقى؟ على برنامج كواي. على كواي؟ تمام. حلو جدا. طيب ممكن بقى تقول لنا يعني حاجه انت شفتها في شخص تمام وفي نفس الوقت مش قادر توصلها له ازاي؟ يعني مش فاهم السؤال. انا بقول لك في مثلا موقف اتعرضت له تمام وشفت مثلا شخصين بيحبوا في بعض، عشان انت بتقول بقى ايه كلهم مش سالكين لبعض بيحبوا في بعض وانت شايفهم كده عكس بعض، فبتعمل ايه في الوقت ده؟ لا ما شفتش. ما اتعرضتش في موقف زي كده قبل كده خالص؟ لا مفيش. تمام. طيب الفيديوهات بتاعتك دي فكرتها جت منين؟ يعني واحد اسمه محمود اتاري الله يبارك له، يعني بيعمل فيديوهات باخد لقب من عنده وعلى لقب من عندي فبجمع الفيديو. طيب. مشهور برضه على كواي. طيب بتعمل الفيديو بتاعتك مونتاج وكده؟ اه طبعا. طيب تشكر مين بقى؟ اشكر الاستاذ محمد خيري اخويا الكبير ومحمود اتاري وناس زي اخواتي الكبيره. طب ما شاء الله. طيب دلوقتي فقرتنا انتهت ونروح لفقره تانية مع الدكتور محمد او المحاضر محمد ابو الفتوح. انتظرونا. رجعنا لكم بعد الفاصل مع فقرة جميلة كلها ألعاب بقى وقوة وفنون قتالية، هنعرف كل ده مع ضيفنا النهاردة الجميل اللي منورنا النهاردة ومنور الاستديو محمد خالد أبو الفتوح المحاضر والمدرب. أهلا بيك. أهلا بحضرتك. نورتنا النهاردة. نورك والله. ممكن بقى في البداية تعرفنا بنفسك أو تعرف نفسك للجمهور أكتر؟ أنا اسمي محمد خالد أبو الفتوح، طالب كلية التربية الرياضية محافظة سوهاج. عندك كام سنه؟ عندي 22 سنه. طب ما شاء الله عندك 22 سنه؟ اه مدرب محاضر فنون قتاليه وحكم في الكيك بوكسنج. طب بتقول بقى فنون قتاليه، يعني ايه بقى فنون قتاليه دي؟ بص، هي الفنون القتاليه عباره عن مدارس فيها اساليب، الاساليب دي منها الدفاع ومنها الهجومي، منها باسلحه ومنها بدون اسلحه. طب دخلت المجال من امتى؟ انا في 2013. ما شاء الله. طيب هل الفنون القتاليه ديت انت كنت داخلها هوايه ولا ممارسه وتمارين وكده؟ والله انا كمحمد داخلها كهوايه، بس في ناس بتبقى كهوايه كممارسه. واختلفت بقى بعدين معاك؟ اه طبعا. بعدين بقى خلاص حبيت المجال وبدات؟ اه انا حابه اصلا قبل ما ادخله، فده حاجه شجعتني ان انا اكمل فيه. طب ممكن بقى تقول لنا مين قدوتك في مجال الفنون القتاليه؟ قدوتي في الفنون القتاليه والمجال الرياضي عامه كابتن محمد منصور، ده الاب الروحي ليا. نشكر استاذ محمد منصور على الحاجات اللي هو بيقولها دي ما شاء الله. طيب ازاي اكتشفت حبك للفنون القتاليه؟ اكتشفت حبي لما كنت صغير، كنت بتفرج زي اي طفل بيتفرج على افلام الاكشن وامتاب باتشان وجاكي شان والحاجات اللي هي نميت الفكره بقى خلاص. اه فلو كنت احاول ان انا اقلدهم كده اهو لحد لا انا عايز اتعلم الحاجه دي نفسها ابقى فيها، مثلا بقيت اقوم اتحرك اعمل زيهم مره في مره لحد ما اشتركت وبقيت العب. طب ازاي قررت ممارسه الفنون القتاليه وكونت فريق خاص بيك؟ الفكره كانت عندي من 2018 بس انا ما كنتش عارف ابداها ازاي، فكان معايا مدرب يعتبر اخويا الكبير اسمه كابتن محمد بيومي، فكنت قايل له انا نفسي اشارك في بطوله جمهوريه ما بعرفش اشارك ما فيش حد بيخلينا اشارك، فجت قبل 2019 قال لي ان في بطوله قلت ان انا اشارك فيها ما فيش مشكله. اول ما شاركت فيها اخذت مركز اول، بعدها اخذت دوره التحكيم ودوره التدريب كمساعد وحكم ومساعد مدرب، واخذت حزام اسود كمعادله تمام. ما شاء الله. بعديها لما رجعت الصعيد لا انا عايز اطور من نفسي، مش هينفع ان انا اخد الحاجه دي. حلو جدا انك انت ما بتقفش عند حاجه واحده، بتبدا تطور من نفسك. اه مش هينفع اصلا هاخدها اركنها، لا فلازم اطور من نفسي. حلو. بدات ان انا نقلت من مدرستي مدرسه ثانيه ما شاء الله. لان سمعت ان هي بيهتموا بالفنون القتاليه والمدير بتاعها اصلا لاعب فنون قتاليه ما شاء الله، فنقلت ليها وعرضت عليه ان انا عايز اعمل فريق خاص بيا ونعمل فيه عروض تبع الاداره التعليميه وكده، هو قال لي مفيش اي مشكله فشجعني، فوقتها بدات اكون الفريق بتاعي. يعني هو سبورت ليك ولا هو شجع لك الفكره؟ لا هو انا عرضت عليه الفكره وهو نماها عندي. طب حلو قوي. ساعدني ان انا انميها بحيث ان احنا نبقى فريق، فطبعا واحده واحده لحد ما بقينا منظمه. طيب ليه بقى اخترت مجال الرياضه اللي هو البوكسنج بقى عن باقي الرياضات الثانيه؟ الكيك بوكسنج. اه
بصي هو مبدئيا انا ما دخلتش اول حاجه، اول حاجه دخلت كونغ فو كونج تشون، اسلوب من اساليب كونغ فو، كنت اسافر له مخصوص. دخلت كاراتيه موي تاي، فدخلت اكتر من لعبه عشان يبقى عندي خلفيه في كل لعبه واشوف ايه اللي انا مايل لها اكتر. فانا كنت مايل اللي هي المودرن ستايل، اللي هو ستايلات اللي هي الحديثه زي اللي هو يورو بويكا والكلام ده، فاللي هو لا اللي هو الام ام اي والكيك بوكسنج كده. بس الكيك بوكسنج انا شايفها افضل شويه لانها بتشمل كذا حاجه وفيها رحمه شويه. يعني مش كلها ضرب وعنف والحاجات اللي احنا بنشوفها دي. لا طبعا لا لا لا، ودي حاجه يعني الفكره دي بتخلي ناس كتير تتجنب الفنون القتاليه. لا هي بيبقى اساليب وكل اسلوب يختلف على الاخر، وبيبقى فيها اساليب هو اساليب احتراف، حاجات باوقيه وحاجات مش باوقيه. طيب عرفنا اعظم انجازاتك في فنون القتاليه في المجال ده. اعظم انجازاتي، هو اعظم انجازاتي ان انا برضه بسبب كابتن محمد منصور ان هو اتاح لي الفرصه ان انا ابقى محاضر وحاضر في دورات دوليه ومحليه، فدي خلت اكتر من منظمه. شفت دلوقتي صورك المعروض على الشاشه ونتكلم. شوف دلوقتي الصور، اكتر من منظمه. اتكلمنا عن الصور دي. دي اول دوره تدريبيه شارك فيها مع كابتن محمد منصور كانت في سوهاج. الصوره الثانيه دي كانت دوره تثقيفيه كنت عاملها في سوهاج عندي. تمام. دي نفس الدوره. دي انا بكرمها. دي كنت بحاضر في كنت اول مره بقى ولا ايه؟ لا لا لا، دي من قريب. تمام. دي برضو تبع الايفنت اللي كنت عامله. تمام. دي اول عرض اعمله في 2019 بالفريق بتاعي، اول فريق اعمله ما شاء الله، اللي هو ايام التاسيس. دي اول بطوله شارك فيها جمهوريه في 2019 شهر 1. دي برضو من الايفنت. الصوره دي كان لها قصه كبيره. الصوره دي فوتوشوب ولا ايه بقى؟ ايه الصوره دي فوتوشوب ولا ايه؟ لا مش فوتوشوب فعلا. دي بعمل جامب في الهواء وبفتح حوض. ما شاء الله حلوه جدا. طيب بقى كملنا بقى عن انجازاتك اللي انت كنت في اكتر من منظمه. صنفتني ان انا اصغر محاضر في المنظمات دي ما شاء الله. فمن كتب المنظمات لا صنفونا اصغر محاضر في التاريخ، ونزل عني كذا خبر في الجرايد والكلام ده. بجانب برضو ان انا مسكت اكثر من منصب اداري جوه مصر وبره مصر، زي ان انا متحدث رسمي ومسؤول قطاع الصعيد في منظمه الدبليو اف ام، شركه نادي السوق الرياضي، وكذا منظمه ثانيه، وفي منظمه الوش الهنديه مسكت رئيس الشرق الاوسط ما شاء الله الدول العربيه، فصنفونا اصغر اداري برضو. طيب ايه الصعوبات بقى اللي انت واجهتها في طريقك؟ والله الصعوبات كبدايه ان كان في ناس بتحاربني، لا ازاي ده صغير 17 سنه بقول كده برضه 50، فاللي هو لا ازاي يعمل ده كله، لا احنا مش عايزين نعمل كده. فالموضوع كان عايز اجتهاد مني ان اصبر واستحمل وكده وما يأسش. فالحاجه دي انا كنت واخدها حاجه بتشجعني اكتر، اللي هو لا انا عند فيكم انا هعمل كده وانجح، وهتيجوا بعدين انتوا اللي هتكلموني وتحتاجوني معاكم. وده طبعا اللي حصل. كانوا بيوقفوك بكلامهم بقى ولا بافعالهم ولا ايه بالظبط؟ بكلامهم، وفي اللي يكلمني يقول لي معمول فيك محضر، معمول مش عارف ايه. هو طبعا ما فيش الكلام ده، بس هم بيخوفوني، فاللي هو لا ده صغير فهنقول له كلمتين هيخاف وهيكش وهيرجع ورا، بس انا مش هخاف يعني. بالظبط. بس فانا ما فيش حاجه بعملها غلط، طول ما انا صح ما حدش. انت ماشي صح كويس. تمام. هنشوف دلوقتي فيديو. علق لنا بقى كده عن الفيديو ده. الفيديو ده كان جاي بعد فترة اعتزال، ويعتبر بعد برضو الصورة اللي انا كنت مصورها، فحسيت ان لا عايز ارجع تاني العب، عايز اعمل فيديو مثلا الدنيا دي، لان انا اصلا عندي عرق النسا وعندي اصابة في الضم، عايز عملية. فاللي هو الموضوع كان صعب، بس انا بحاول اجتهد اكتر واكتر عشان ما انساش مثلا الفنيات او المهارات بتاعتي. ممكن بقى تعرفنا طبيعة عملك في داخل وخارج مصر؟ هو بالنسبة لداخل مصر ان انا شغل التدريب بتاعي الخاص بيا، لو في بطولات بحكمها ارض الواقع، في محاضرات بديها،
الشغل الاداري بتاعي اللي هو المناصب اللي انا فيها دي، بنظم مثلا مع اللي هي المناطق بتاعه الصعيد، ان احنا مثلا هنعمل بطوله، هنعمل مثلا دوره تثقيفيه، هنعمل دورات تدريبيه، هنعمل اختبارات. ده شغل جوه مصر. بره مصر شغل المحاضرات فقط واللي هو شغل اداري بس. طيب ايه بقى المميزات اللي بتقابلها في الفنون القتاليه؟ المميزات اللي انا بقابلها في الفنون القتاليه، بصي من واقع عملي ومن واقع الابحاث اللي اتعملت. اكيد طبعا عايزين نشوف حاجه منها. في مثلا في ابحاث اتعملت في انجلترا، تمام، اثبتت ان الفنون القتاليه بتنمي العقل وبتنمي الفكر. هي عامه الرياضه هو عامه الرياضه بس اللعبه دي بتساعد في افراز الهرمونات اكتر واكتر، كل ما لعبت اكتر فبتنمي الحاجه دي. برضو في ابحاث اتعملت في المانيا اثبتت ان الفنون القتاليه اكتر رياضه بتساعد على انقاص الوزن. ده طبعا على ارض الواقع القتاليه اكتر حاجه هي الرياضه. الفنون القتاليه دي هي اكتر واحده، اكتر حاجه بتساعد على انقاص الوزن. وفي بنات برضو ممكن يلعبوها عادي؟ طبعا اغلب اللي بيشتركوا معايا بنات اصلا. تمام. طيب ممكن بتقول لنا ايه الصعوبات اللي انت بتواجهها في الوقت الحالي؟ هو في الوقت الحالي الصعوبات اللي بواجهها ان في بعض الناس ما عندهمش استيعاب كامل للفنون القتاليه، وخصوصا برضو في الصعيد عندي. يعني في مثلا اولياء امور، لا رضا عنيفه، لا ابني ممكن يتعور، ممكن يحصل له، فلا هم ما يعرفوش ان لا في بيبقى فيها وقايات وفيها حاجات وسائل حمايه والدنيا دي، وان اللي هو غير الاحتراف، فاللي هو محتاجين ان هو يبقى فيه توعيه زياده عن اللزوم أكتر. طيب نفسك توصل لحلمك فين؟ والله انا نفسي ابقى ايقونه من ايقونات المجال الرياضي. ما شاء الله، حاجه كده مميزه يبتدوا بيها. طول ما انت عندك حلم هتحققه باذن الله تعالى. ان شاء الله. طيب بتنصح الشباب بقى اللي هم نفسهم يكونوا محاضرين ومدربين زيك كده، تنصحهم بايه في البدايه؟ في البدايه ان هم يحددوا هدفهم، ده اول شيء. يشوفوا هم ازاي هيوصلوا للحاجه دي، يخططوا. انا مثلا هبقى مدرب، طب ازاي هبقى مدرب؟ لازم اختار اللعبه، اللعبه دي عايز ابقى فيها مدرب. طب انا لازم ابقى معايا مثلا بطوله مثلا جمهوريه، طب انا مش بلعبها، فانا هضطر العبها. لو انا مايل ليها بقى ما العبها، هدخل بطولات لحد ما اوصل بطوله الجمهوريه. محتاج مثلا اختبارات احزمه اسود مثلا او حدان، هترقى في الاحزمه لحد ما اوصل لها. فاللي هو بعمل خطط لنفسي، اول ما اوصل لها اروح ابقى مدرب. ما اكتفيش برضو ان انا ابقى مدرب، لا اترقى واخد دورات ترقي وثقل لحد ما ابقى ايه درجه اولى. لازم يكون عنده حلم ويكون بيحب الحاجه دي بالظبط عشان يقدر ينمي بالظبط. ولازم ان هو يحدد هو عايز يعمل ايه ويعمل طريق لنفسه، ان ما ينفعش ان هو يفوت من اول سلمه لعشر سلمه، لازم يطلع سلمه سلمه سلمه، لازم ياخد الخطوه بالظبط. تمام. طيب قول لنا بقى التعليقات في البدايه كانت عليك كانت عامله ازاي؟ التعليقات عليا طبعا هي كانت سلبيه، اللي هو في ناس حاولت توقعني من ناحيه الفلوس، الناس حاولت توقعني من ناحيه البنات، ان هم دول اكتر حاجه بتوقع الشخص بالظبط. بس يعني الحمد لله ربنا بيبقى واقف معايا، والناس اللي بتبقى معايا لا بتوقف، لا وهو تعاملوا معانا كذا وتعاملوا كذا، فدي حاجه ايه كانت بتنجحك وكانت بتنجحني وبتخلص الناس اللي هي عايزه توقعني. طيب ممكن بقى تقول لنا في بدايه الفنون القتاليه مين اكتر حد كان بيدعمك؟ اول حد دعمني والدتي الله يرحمها. يعني يرحمها. هي زمان كان لا انا نفسي اشوفك في الفنون بتلعب حاجه في الفنون القتاليه يكون وفوق الكلام ده، نفسي اشوفك يا محمد في التلفزيون، نفسي اشوفك في الجرايد. انت نميت الحاجه دي علشان والدتك. حاولت عشان والدتي وانا عشان حابب الحاجه دي، فهي ساعدتني اكتر. طيب لو شاب مثلا لسه مبتدئ وكده يبدا يتدرب ازاي في الفنون القتاليه؟ يبدا يتمرن ازاي؟ هو لو هو حابب الحاجه دي هيروح لاقرب نادي عنده، تمام، ولازم يسال على مدرب كويس خالص، وبعد ما يسال برضه يروح له. ان ما يكتفيش باللي هو سمعه، لا يشوف هل اللي هو سمعه صح ولا لا. طيب هل انت بقى كونت فريق ليك خاص بيك، تمام؟ الفريق دوتي مثلا بيبدا يدرب ناس تحتك وكده ولا ايه؟ طبعا الناس اللي هي معايا دلوقتي اغلبهم مدربين وحكام وبيساعدوهم في التدريب، وكل واحد ليه مكان خاص بيه. انت ما بتزعلش بقى لما حد يعمل لا مكان طبعا. خاص بيه؟ انا بساعدهم ان هم يبقوا احسن مني عشان ده فخر ليا. لما حد يقول لهم انت مين اللي علمك، انت مين اللي مدربك، كابتن محمد، وهم لحد الان يعني لما بيروح لا احنا بفضل كابتن محمد كده اهو، ولو واحد ما قالش كده فده عيب فيه هو بالظبط. طب ممكن تقول لي بقى ايه الفرق بين الفنون القتاليه وباقي الرياضات؟ من ناحيه الكيك بوكسنج والانواع اللي احنا بنشوفها دي، هو فوق الكلام ده. بصي هو اتكلم عن انواعهم وايه الفرق ما بينهم. ماشي. هو في
اساليب قديمه ايشنت تمام. زي كونغ فو كده اهو دي فلسفته زي الكاراتيه المواي تاي الكلام ده كله. وفي اللي هو الكيك بوكسنج حاجات حديثه زي الكيك بوكسنج والام ام اي. ايه الفرق بين الكاراتيه والكيك بوكسنج؟ هو اصلا انا حاسه ان هي مؤسس الفكره الكيك بوكسنج مؤسس الكيك بوكسنج اصلا ياباني تمام اسمه تيستو يامادا تمام وده لاعب كاراتيه. فهو حب ان هو يطور الكاراتيه او يشوف حاجه مثيره اكتر او حاجه مثلا فيها اثاره كده اهو وحاجه صعبه بس شوية. انا شايفه انه مفيش فرق. انا شايفه كده شايفه ان هو الكيك بوكسنج هو الكاراتيه. الكيك بوكسنج اصلا فيه اساليب ايه بقى الاساليب؟ اللايت ميوزيكال فورمز ده استعراضي في لايت كونتاكت ده شبه التايكوندو في السيمي كونتاكت شبه الكاراتيه في اللو كيك تمام في الفول كونتاكت في الكيوان اللي هو اسلوب الاحتراف. وفي اساليب بتبقى على بساط وفي اساليب بتبقى على حلبة وفي حاجات بتبقى احتراف وفي حاجات بتبقى هواة بوقية وفي حاجات من غير اوقية فهي تختلف من اسلوب لاخر. فهي بتجمع من كل الرياضات يعني فيها رياضات كتير جدا طبعا. هو مثلا كونغ فو بيلعب بوكس رجل رميات اللي هي طرحات كيك بوكسنج بوكس رجل ركبة مكان الطرحات. نفسك تكون طب زي مين من الناس اللي هم في مجال الفنون الكيك بوكسنج نفسك تكون زي مين؟ هو في مثلا كممثلين زي سكوت اتكنز اللي هو بيمثل شخصيه بويكا وناس كتير بتقول بويكا اصلا بسبب اسلوبي وطريقتي في اللعب والدنيا دي. ف لقبوك يعني باللقب دوت علشان انت زيه بالظبط في لعبه اللي هو في اللعب وفي الستايل وفي الشخصيه نفسها اللي هو كان بيمثلها في الفيلم اللي هو لا ده في حاله مع نفسه ملوش دعوه بحد بيتمرن بيدوس على نفسه بيتحدى الصعوبات. فقالوا عليا بويكا واللي اطلق عليا ده كان فريق اسيوط لما انا كنت اروح اتمرن معاهم اللي هو كنت لا في حالي حتى وقت الراحه كنت اتمرن ادوس على نفسي. ان هم كان بصراحه اسلوبهم كان صعب شويه في اللي هو اسلوب الونج تشون وكانوا السندباج بيلفوا عليه زي بلاستر كده وحاجات فبلعب فكانت بتجرع في اللي هو ضربتين كانت تعبني لحد ما وصلت لا انا بضرب ضربات متواصله من غير ما اتعب عادي اتعودت على ده بسبب التدريب. طيب ايه انجازاتك اللي انت بتفكر فيها بقى يعني قريب ان شاء الله؟ انجازاتي قريب احنا ان شاء الله بنجهز في لعبه جديده اتحاد جديد هو طبعا جديد في مصر بس هو بره مشهر تمام. بنخلص في الورق بتاعه ان في بطوله ان شاء الله قريب بعد شهور كده. تتابع اصلا منظمه ايه؟ انا مؤسس منظمه دبليو اي تي تمام دي خاصه بيا وانا تابع منظمه دبليو اف ام اللي هي مسكه كابتن محمد منصور. هي دي الاساس اللي انت اصلا كنت بادئ فيها اللي هي دبليو اف ام. طيب بتنصح مين بقى ان الشباب اللي هم يعتبر مثلا جسمهم مش مناسق يعني مش متناسق لسه مع اللعب فبتنصحهم الاول مثلا بيبقى بياخدوا ادويه معينه حاجه معينه ولا هو اللعب بس؟ لا هم النظام التدريبي ونظام الغذائي ده اهم حاجه. ده اللي هو ياخد ادويه والكلام ده لا ما بنصحش بيه غير في حالات نادره ولازم يبقى برضه ايه باستشاره الطبيب. طب حلو. طب تشكر مين في نهايه حلقتنا؟ اشكر كابتن محمد منصور واشكر دكتور محمد محسن لان برضه هو دوره يعني ليه دور برضه في حياتي تمام. هو رئيس قسم الاداره في جامعه السواق كليه التربيه الرياضيه فانا استفدت منه كتير بصراحه. يعني بجد انا استفدت من كابتن محمد منصور لا استفدت منه كتير دكتور محمد ما شاء الله اللي هي الشؤون الاداريه والخطابات والكلام ده واللي هو ازاي ابقى منظم وقائد ناجح وشغل اداري. تمام. طيب في نهايه حلقتنا بقى دلوقتي بشكرك جدا على اللقاء الجميل ده وبصراحه انت فدت ناس كتير قوي يعني نفسها تدخل المجال او بتفكر تدخل المجال فبصراحه الموضوع كان النهارده كان شيق جدا. وفي نهايه حلقتنا بشكر ستايلست البرنامج رغد على ستايلست القمر ده وان شاء الله نشوفكم في ستايلست جديد الحلقه الجايه. واشكر فريق الاعداد بتاعي استاذ محمود عيسى وكل القائمين عليه استاذ حمدي وكلهم طبعا كل الشكر وبشكر كل الموجودين في القناه النهارده. واسيبكم طبعا مع البلوجر محمد كابو في الفيديوهات بتاعته وكده انتهت حلقتنا النهارده. انتظرونا في حلقه قادمه والى اللقاء.